فتحت أبوابها أمام صحفي عدد من وسائل الأعلام ثكنة الأمن الوطني ببوشوشة، إحدى أقدم وأكبر مراكز الإيقاف في تونس. هنا يقف المئات من المشتبه فيهم بين 3 و6 أيام قبل إحالتهم على القضاء. حبينا نفتحوه كذلك على وسائل الإعلام باش المواطنين كل تشوف مركز الإيقاف هذا في بوشوشة، هو شفتوه مركز إيقاف، هذا معناه يقع الاحتفاظ به فيه بذي الشبهة، معناه أقصى ما ينجم يقع فيه المحتفظ به هو 6 أيام. الموقوفين هنا كل قاعدين ناخذوا فيهم الحالات الكل، معناه عند فمش كل عنده الأمراض طويلة الأمد، فمش كل عمل معناه مضروب، فمش كل عمل عملية، فمش كل قاعدين شوف فيهم بانتظام، عنا دويت الكل نعطيو فيهم. هذه الغرفة معناها خاصة بالمحتفظ بهم القصر، أقل من 18 سنة يتم فصلهم على الموقوفين اللي فوتوا 18 سنة في العمر. بين ممرات الغرف تجولنا ولاحظنا ظروف عيشهم فيها، حشايا على الأرض تختزل يومهم في مركز الإيقاف ببوشوشة. ظروف الإيقاف تشوف فيها الأمور برجولة شيء عايز. مليون تجيب مليون ونص. شيء كل كليل حالة متاع كليب حاجب. مركز الإيقاف هذا يختلف على السجن، فيه معناه إمكانيات أولية للإيقاف، ماكش باش تلقى فيه تلفاز، ماكش باش تلقى فيه زيارات، ماكش باش تلقى فيه كذلك معناه أسرة، ماكش باش تلقى فيه، فما إمكانيات أولية للإيقاف موجودة في كل دول العالم. تركناهم وراء القضبان وتركنا معهم حكايات وتهمات.